احنا امام ازمه كبيره يا اخوان. يعني اليوم نحن مهددون بان ينفلت الزمام، زمام الامور من ايدينا وتذهب القضيه الى ما لا يحمد عقباه. اذا اتحدث بانصاف، اتحدث بموضوعيه، اتحدث بالجمع لا بالتشتيت. استاذ عماد بس اكمل، ما قاطعتك. خليك كمل استاذ عماد، بس انا اريد اكمل وجهه نظري وتفضل براحتك. يا سيدي الكريم، اليوم العراق على كف عفريت، والدليل ما حدث يوم امس. هناك اختراق امني وشهداء بحدود 21 واكثر من ذلك جرحى، والقائمه قد تطول والاستهدافات قد تكبر. اذن القضيه المخطط لها هي ان تكون الفوضى محل القانون، ان تكون قضيه الخروقات الامنيه وعدم الاستقرار محل الاستقرار. يا اخوان القضيه يجب ان ننظر لها باكثر من عين. استاذ رحيم، أكثر من مرة كررت عبارة سيناريو مخطط، وأنت كنت تدعو السيد باجلان أن يكون واضحا. أنا هنا أسألك أن تكون واضحا، أو أدعوك، ما من يدير هذا المخطط؟ احكي مكشفة جايك. أي تشارنا والمستقلين راح أكشف لك إياها. أولا لو ننظر إلى النتائج، إذا كانت نظرة يعني مو متخصصة، لا نظرة هيك يعني بسيطة من إنسان بسيط، يرى أن وكأنه التوجه بضد كيان محدد، بظل توجه سياسي محدد. هسه خليني أكشف لك إياها. الحشد ومن دعم الحشد، نقطة راس سطر. اليوم كل القوى اللي تمكنت من أن تكون لها مشاركة فعلية في جماعات القتال ودفع شر داعش، اليوم عقوبة. زين، ومن أسند هذه القوى؟ من استهدفهم؟ أكمل لك بقية الحديث وأجيب لك من استهدفهم. اليوم العراق لا يختلف اثنان على ان هنالك مؤثرين وفاعلين سياسيين يتفاعلان في الساحه السياسيه العراقيه، كلهم يحاول ان يجذب طرف الحبل الى مصلحته، الولايات المتحده والجمهوريه الاسلاميه. اكو واحد يقدر يقول لا؟ مستحيل. اثنين، هذه المصالح بعض الاحيان ترتبط وبعض الاحيان تفترق. زين، ما هذا هو الوضع الاقليمي. الوضع الاقليمي اليوم يراد منه أن يكون العراق أما أن يذهب باتجاه الاستقرار وفق رؤية أمريكية. أستاذ رحيم حتى بس دقيقة، لا فدوة. نعم. أنا ما أحتاج هذا الاستعراض. إذا كنت ما تقوله صحيح، هي الحشد والأطراف التي تؤمن بالحشد وتدعم الحشد، لماذا لم يعاقب السيد المالكي؟ أصواته ممتازة. هنا هذا ذر الرماد في الأعين. اليوم اكو بعض المؤشرات تقول مثلا المستقلين، هسه لو تباوع لهم المستقلين يعني عمر السياسي، هسه ما اريد اتداخل بقضيه قد يكون الاخر يقول انت شنو يعني هسه انت عمرك السياسي ايش قد. لا يا اخي، اليوم هذه قضيه مهمه. الساحه السياسيه لما تنظر لها يجب ان تنظر بعين حقيقيه ثاقبه، ان المؤشرات لبعض الكيانات السياسيه الجديده مثلا تقدم، هسه ما اريد اروح للمستقبل للمستقلين. ما انت ما تريد تجاوبني استاذ. انا عنيت بشكل نحكي كيانات سياسيه. لا مو هيك استاذ رحيم، انتم والقوى هذه في مركب واحد. لماذا نجا المالكي واخذ اصوات محترمه، وانتم في تيار الحكمه توصفون بيضه القبان واكثر اعتدال من غيركم، لكن مع هذا ما جاءت نتائجكم؟ هذا اصلا هو هذا الكلام اللي تحدث به دليل على التشكيك في نزاهة هذه الانتخابات، نقطة راس سطر. هذا اكبر دليل. انا اتمنى لو كان فعلا استاذ رحيم، لو كان فعلا إرادة الناخب هي من كشفت لنا لكان الوضع يختلف عما هو عليه من نتائج.